على هالدرب مر المسيح، وبهالضيعة في مطار المنظر منه خيالي. نحنا ببعدران بشوف. موجودين هلا بسرايا آل جنبلاط في بعدران. هذه السرايا بنيت بالقرن 18، بنيت على أنقاض قلعة رومانية قديمة تاريخها نحن ما بنعرف وين. القلعة مؤلفة من طابقين، لازم المواطنين اللبنانيين يزوروها ليعرفوا تاريخ جدودنا وتاريخ أبائنا وتاريخنا اللبناني. كمان ببعدران محطات لازم الإنسان يشوفها، اللي بحب السياحة، اللي بحب يشوف ببلده أماكن ما شايفها بغير محلات. دائماً بالصيفية بيوجد فيه شباب من نوادي ومن جمعيات ومن مدارس بيعملوا فيه كامبينج، بس يطلعوا الناس يشموا الهواء فيه ويقعدوا يشوف قديش هو حلو ومناخه جميل وطريقه حلو كتير. عندنا معاصر بلاد عنب، في 27 معصرة عنب. الهدف من إنشاء لجنة بعدران للتراث الشعبي هي تنضوي على الأماكن السياحية والثقافية، فيها أماكن كتير حلوة بعدران، نتمنى كل الناس يزورونا ويكتشفوا هذا الشيء. الحرفة هيدي اللي بلشت بلبنان دخلها المرحوم جدي والد الوالد سنة 1910 من جرمانة سوريا على سقيت الجنزير بيروت، من سقيت الجنزير بيروت على دار البركة بعقلين، على دار المختارة، وسنة 1918 حط رحاله بضيعته بعدران بالمحل نحن فيه. معروفين لبنان كان درب الحرير ينمرق منه، كثير ناس اشتغلت عنوال، كثير عملوا هالحياكه القديمه، ونحن بنعرف الاساس الحياكه والتياب اللي كانت تشتغل بسدي ولحمه هو النار. من بعدران عم رستي جينا على الطريق يلي كانوا يسلكوها جدودنا، ومشوا معنا لنتعرف على تربيه النحل بهالضيعه. بحكم موقع ضيعة أم رستي هي أعلى ضيعة بالشوف، وإذا منطلع بالجبال اللي موجودة فوق أم رستي رح منلاقي إنه أرض جردية كتير ما فيها أبداً تدخل إنساني. هذا الشيء بيميزنا إنه رح بيكون عندنا مراعي صالحة للنحل، ورح بتكون النحلة عم تروح تقصد مراعي كتير نظيفة وكتير بيور. بالإضافة لأنه نحن عندنا جبلنا فيه تنوع كتير غني، تنوع بيولوجي كتير غني، عندنا ما يزيد عن 1050 نوع من النباتات والأزهار والأشواك. هودي الأشواك اللي هي نحن ما بنقدر نوصل لهم لنجيب الأشياء الطبية المفيدة منهم، النحلة عم بتكون عم تلعب هيدا الدور. رح بيكون في عندنا غنى كمان بعسل السنديان بإضافة لعسل الأشواك مدمجين مع بعضهم. مرستي ضيعة كتير حلوة، قروية بامتياز، ريفية، وفيها درب سنديان روماني بيجوا رواد محبي الطبيعة يمشوا بالطبيعة بمرستي. مرستي كمان فيها جسر أثري درب المسيح، اللي الضيعة اللي كنتوا فيها بعدران تقطعوا على مرستي. كمان اللي بيحب يزوروا مرستي في بيوت ضيافة بتستقبلكم. من مطار بعدران وبلاية الهواء لحقول مرستي وبيوتها مناظر ولا أجمل. مثل هالضيعة بشوف
في مناظر بكل بقعة من لبنان رح منزورها.